إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة جُعل عنوانه آيةٌ كريمة من سورة الفرقان، وهي قول الله عز وجل: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. وهذه الآية العظيمة من سورة الفرقان، وحتى يتضح المعنى الكامل لهذه الآيات الكريمة نقرأ هذه الآيات الكريمة من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم ما يشاءون فيها خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. وبهذا يتضح لنا بأن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة ذكر حال المشركين العابدين لغير الله عز وجل، المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
المكذبين بيوم الساعة وما لهم من عذاب شديد يوم القيامة، وبين أن هذا لا يقارن بحال المؤمنين الموحدين الصادقين الذين وعدهم الله عز وجل جنات الخلد. وبداية السورة تمدح الله عز وجل وأثنى على نفسه: تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك وتعاظم وتقدس سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة وهي إنزال الفرقان، هذا الفرقان الذي هو القرآن العظيم. وهذا الفرقان سمي بالفرقان لأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل، فالحق في هذا القرآن العظيم وبيان الباطل والتحذير من الباطل في هذا القرآن العظيم، فهو فرقان بين الحق والباطل أنزله الله عز وجل من عنده. وهذا الإنزال دلالة على أن الله في العلو لأنه أنزله، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، فدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وهذا معلوم والحمد لله بأن الله في أعلى عليين، فهو مستوٍ على عرشه من فوق سبع سماوات. وأنزل الفرقان، أنزل هذا القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه هنا بالعبودية لأن العبودية لله عز وجل شرف عظيم، وأيما شرف. ولهذا في هذا المقام الرفيع الذي ينزل الله عز وجل القرآن على رسوله فإنه يصفه بالعبودية له، لأنه لا أحد يتعاظم على الله عز وجل، وإن شرف المؤمن هو أن يكون عبداً لله تبارك وتعالى. ولهذا في مواضع كثيرة يثني الله عز وجل على أنبيائه ورسله بالعبودية. ولما شرف رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه أسرى به وعرج به إلى السماء فإنه وصفه بصفة العبودية لله عز وجل، هذه العبودية التي يطمع فيها كل مؤمن، وكل مؤمن يتمنى أن ينال شرف العبودية لله عز وجل، لأن العبد إما أن يكون عبد لله عز وجل، لأن الإنسان إما أن يكون عبد لله عز وجل وإما أن يكون عبدا لغيره. ولهذا من هرب عن عبودية الله عز وجل فهو عبد لغيره، فهو إما عبد للشيطان أو عبد للهوى أو عبد للآلهة المدعى من دون الله عز وجل. ولهذا يفرح المؤمن أن ينسب بأنه عبد لله تبارك وتعالى. وهذا القرآن أنزله الله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا، والعالمين هنا المراد بهم الإنس والجن، لأنهم هم الذين ينذرون وهم المكلفون. وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم للثقلين، بعث لهم بشيرا ونذيرا، ينذرهم من عبادة غير الله عز وجل، وينذرهم العقوبة العظيمة التي تنتظر من أشرك مع الله غيره، ويبشرهم إذا هم أخلصوا ووحدوا لله عز وجل ما لهم عند الله تبارك وتعالى. وأثنى الله عز وجل على نفسه بصفات عظيمة يعلمها أكثر الناس،
ولكنهم لا يأتون بمقتضاها. فقال: الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، وهذا يشمل ما بينهما، فإن الله عز وجل له ملك كل شيء، فهو يملك السماء والأرض وما بين السماء والأرض، وهذا الملك أكثر البشرية يسلمون به، وهذا التسليم بهذا الملك يجعل عليهم مقتضى هذا التسليم، وهو أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، لأن اتخاذ الأولاد، لأن الولد يتنافى مع الربوبية، اتخاذ الولد يتنافى مع الربوبية، فإن الولد فيه شبه من أبيه، والولد يحتاجه والده، ولهذا فالله عز وجل منزه عن الولد، فهو الغني ولا يتخذ ولداً، كما يحتاج البشر أن يكون لهم أولاد سبحانه وتعالى، فهو الغني الكريم، ولهذا أعظم مسبة يطلقها النصارى على الله عز وجل أنهم ينسبون له ولداً، ينسبون له عيسى أنه ولد لله عز وجل، ويفعل مثلهم اليهود فيقولون عزير ابن الله. وكان المشركون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسبون له البنات ويقولون الملائكة بنات الرحمن، تشابهت قلوبهم، وهذا كله كذب وعدوان على حق الله سبحانه وتعالى وظلم، عدوان على حق الله وظلم من هؤلاء الذين ينسبون إلى الله عز وجل الولد. ويا ليت أصحاب الحوارات مع الأديان الأخرى أن يبينوا لهم هذه القضية المهمة التي يطعنون فيها في رب العالمين وينسبون له الولد، فإن هذا من أعظم شركهم ومن أعظم كفرهم. والأصل في الحوارات أن يبين للناس الحق، أن يبين للناس الحق، وأن يقتدى فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يبين انحراف المشركين في شركهم، لأن هذا مقتضى البشارة والنذارة، أن تنذر الناس من هذا الظلم العظيم. ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك. والملك المنسوب للناس لما يقال فلان مالك هذا الدار وملك المملكة ونحو ذلك، فهو ملك مقيد وليس ملك مطلق. أما الملك المطلق فإنه لله سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك. والفرق بين الملك المطلق والملك المقيد أن صاحب الملك المقيد لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له، ولهذا لو أراد شخص أن يحرق ماله بالنار فإن هذا لا يقبل منه، فيقول هذا ملكي، يقال ولكنك مقيد ولست مطلق. وهذا الذي يصفه العلماء بالسفه ويحجر عليه إذا تصرف في ملكه بمثل هذه الحال، فدل على أن ملكه مقيد وليس مطلق. وأما مالك الملك بإطلاق فهو الله سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا كما ذكرت يسلم به كثير من الخلق، فإنهم يسلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء.
لأنهم يشعرون بالعجز عن خلق شيء البتة. والله عز وجل تحداهم بأن يخلقوا ولو ذباب أصغر شيء، ولو اجتمعوا له من في الأرض وغيرهم فإنهم لا يستطيعون خلق ذبابة ولا خلق بعوضة مهما تقدموا في الصناعة وفي غير ذلك، فهم يصنعون طائرات ويصنعون بواخر ويصنعون أشياء عظيمة، لكن الخلق لا يستطيعونه البتة. وهذه الصفات العظيمة والمعاني لما يكررها الله عز وجل في القرآن ليبين بأنه هو المستحق للعبادة، وأن غيره مما يعبد هو خلق لله، هو فقير، هو عاجز، هو ضعيف، لا يستطيع، لا يستحق أن يعبد وأن يخضع له وأن يتأله له القلب. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم ذكر حال أهل الشرك في كل زمان ومكان، وقال: واتخذوا من دون الله آلهة. فإن أهل الشرك اتخذوا آلهة، لكن هذه الآلهة فيها عيب وفيها قصور، وليس فيها الكمال الذي يستحقه الإله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا، ولا يملكون موتًا ولا حياةً ولا نشورًا. إذن ما قيمتها؟ ما فائدتها؟ وما معنى اتخذوها آلهة؟ الإله هو الذي تألهه القلوب محبةً وتعظيماً وإجلالاً وخوفاً ورجاءً وتوكلاً، هذا يكون إله الذي يتعلق به القلب فيحبه غاية الحب ويعظمه غاية التعظيم ويخاف منه خوف السر غاية الخوف ويرجوه غاية الرجاء ويعتمد عليه ويتوكل عليه، فهذا إله، هذا بهذه الصورة إله. ولننظر فيما ذكرها الله عز وجل من المعبودات من دون الله عز وجل، هل حال المشركين معها هو هذا الحال، هو هذا التأله؟ ولنضرب على ذلك بمثالين، مثال في الحكم والتشريع ومثال في التقرب والتنسك. فأما في الحكم والتشريع فإن الله عز وجل ذكر عن اليهود والنصارى بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، إذن هم اتخذوهم آلهة. اليهود والنصارى اتخذوا الأحبار وهم علماء اليهود، والرهبان وهم علماء النصارى، اتخذوهم آلهة من دون الله. فمن أين مدخل التأله عند هؤلاء؟ مدخل التأله من ناحية التعظيم، فإنهم عظموهم تعظيماً، قدموهم على رب العالمين. ولهذا لما أحلوا لهم الحرام اتبعوهم على هذا التحليل، ولما حرموا عليهم الحلال اتبعوهم على هذا التحريم. وبهذا فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه العبادة التي هي التأله، وكل من شابه اليهود والنصارى في هذا التأله فهو مثلهم. ونقض صرف ركناً من أركان العبادة لغير الله عز وجل، وهي غاية التعظيم. وأي تعظيم؟
أعظم من أن تقدم تحليله وتحريمه على تحليل الله وتحريمه، والأصل أنه لا أعظم من الله سبحانه وتعالى. فهنا حصل التأله لغير الله عز وجل، فهذا مثال في الحكم والتشريع. المثال الثاني في التقرب والتنسك، وهذا ما نراه في كثير من البلدان الآن مع انتشار العلم، كيف أن بعضهم يذهب إلى ولي مزعوم مدفون ثم يتقرب إليه ويذبح عنده وينذر له ويبكي عنده ويشكي عليه حوائجه، فهذا تأله، صار له سلطان على القلب. ومدخل التأله هنا يأتي من الخوف والرجاء، ويأتي من الحب، فمداخل التأله في ما يفعل عند الأضرحة في غاية الخطورة، لأن منافذ التعبد لله عز وجل أدخلوا معها هؤلاء الشركاء، ولا يظن الأمر بسيط. يعني أمس أقرأ في بعض البلدان، في بلد واحد في 5000 ضريح، 5000 ضريح بلد واحد، وليس من بلدان اليهود والنصارى بل من البلدان الإسلامية، وفيها 5000 ضريح، وهذه الأضرحة يأتون بالأبقار وينحرونها عندها، وفي صندوق للنذور وينذرون عندها، ويتبركون بدم الذبيحة، حتى أنهم يعني صوروا ما يفعلون عند هذه الأضرحة، أنهم إذا نحروا الثور أو غيره من الحيوانات فإنهم يذهبون إلى بقية أهل القرية لينالهم شيء من دماء هذا النسك الذي ذبح عند هذا الضريح. أجاهلية معاصرة؟ أين هم من قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في كل ما تقدم، كما أنه لا شريك له في الصلاة، لا شريك له في النسك. وهؤلاء الذين يتعلقون بهذه الأضرحة، هل فقهوا التوحيد الذي طلبه الله عز وجل منهم؟ هل عرفوا أنهم لا بد أن يحرروا التأله لله عز وجل، ويتألهون لله سبحانه وتعالى، فيرجونه غاية الرجاء، ويتوكلون عليه غاية التوكل، ويعظمونه غاية التعظيم، ويحبونه غاية الحب؟ والدليل على أنهم يحبون صاحب الضريح أكثر من محبة الله عز وجل، أن بعضهم لو قلت له: هل تقسم بالولي على موضوع؟ فإنه يجد هذا ثقيل على نفسه إذا كان كاذبا، فإن قلت تقسم بالله فيقسم أيمان مغلظة، مما يدل على أن هذا له سلطان عظيم على قلبه، مع أن المسلم لا يطلب أن يحلف بغير الله عز وجل، لأن الحلف بغير الله شرك، لكن عند هؤلاء لا يستطيع أن يحلف بالولي البتة، لا يستطيع لقوة سلطانه على قلبه، لقوة سلطانه على قلبه. والأدهى من ذلك إذا كان يدعوه من قرب أو من بعد، فتجده يدعوه من مسافات آلاف الكيلوات فيقول: يا عبد القادر الجيلاني، وهذا كم بينه وبينه من مسافات من حيث مكان ضريحه، ثم يظن أنه يعلم بحاله، وأنه يعرف اسمه، وأنه يعرف مشاكله التي يدعو إليها. وربما فعل ذلك شخص مع البدوي،
وهذا لو فعل مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإنه شرك برب العالمين، لأن محمد عبد لا رب، عبد لله سبحانه وتعالى. لكن هذا الأمر باقي في الناس، في كثير من الناس أو في بعض الناس ممن لم يعرف معنى التوحيد أصلا. ولهذا نبه الله عز وجل على ضعف هذه الآلهة، فقال يعني كيف يعبد هؤلاء وهم لا يخلقون شيئا البتة، بل هم مخلوقون. وهذا الذي يتقرب له المتقرب قبل ولادته، قبل ولادته كان ماذا؟ كان عدم. والذي يكون يمر عليه فترة من الفترات عدم، هذا لا يصلح أن يعبد أصلا. هذا عبادته من جنس فعل فرعون، فإن فرعون استخف قومه ويقول أنا ربكم الأعلى. طيب هو يعلم أنه مولود ولا ما يعلم؟ فلما كان مولود من كان ربهم الأعلى؟ فهو مخلوق. ولذلك المخلوق لا يصلح للعبادة، لا يصلح أن تعبد مخلوقا، لا تعبد إلا خالقا، والخالق واحد. وهذا من أظهر ما يكون في القرآن لما يذكر الله عز وجل عن خلقه للأشياء ليلفت أنظار الناس أنكم اعبدوا الخالق ولا تعبدون غيره. ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم. الذين يتقربون إلى الأولياء يقولون نحن نريد شفاعته، نريد أن يقربنا إلى الله زلفى، هذا ولي له جاه عند الله عظيم. فما أدراك، هو لا يستطيع أن ينفع نفسه، هو لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يضر نفسه، وتأتيه الأمراض وتأتيه الأخطار ونحو ذلك وهو عبد مدبر. هل هناك أعظم ولاية من الرسول صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين؟ هل هناك أعظم ولاية من الرسول؟ هل مر عليه أمراض ولا ما مر عليه أمراض؟ هل مر عليه حزن ولا ما مر عليه حزن؟ هل مر عليه فقر ولا ما مر عليه فقر؟ وهم يظنون أن الولي له كل شيء عند الله، كل شيء يظنون أن الولي يفعله، وهو لا يملك لنفسه هذا. ولهذا تتيقظ الفطرة أحياناً عند بعض عباد الأوثان، كما ذكر أهل التاريخ أن رجل كان يحرس صنما لقومه، حارس عنده، وانظروا إلى رب يحتاج إلى حراسة، انظروا إلى رب يحتاج إلى حراسة، معنى ذلك لا يستطيع يدفع عن نفسه، تريد أن يدفع عنك، تريد أن يرفع عنك. فكان هذا حارس يحرس ما يوضع عند هذا الصنم من التمور ونحو ذلك من النذور، وهذا يدل على أن هذه عبادة جاهلية، وهي النذر، النذر للأولياء هو عبادة جاهلية من عبادة المشركين الأوائل. فكانوا يقدمون الطعام عند الأصنام، يأتون بتمر، يأتون بذبائح ونحو ذلك. فهذا الرجل حارس عند هذا الصنم لئلا يأتي أحد ويسرق هذا الذي يهدى إليه من النذور. فجاء ثعلب أو ثعلبان فأكلوا التمر، فتركهم ينظر هل هذا الصنم يستطيع أن يحمي نفسه، فأكلوا التمر. فلما شبعوا من التمر فشخ على رأس الصنم وبال عليه، وهذه أعظم إهانة. هل ممكن أن يكون هناك رب يبال على رأسه؟ ممكن أن يكون أحد تريد منه فائدة أنت وينفعك وهو ما رفع النجاسة عن رأسه؟ ولهذا تيقظت عنده الفطرة
وقال: رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. تيقظت الفطره عنده، لكن اهل الجهل بينهم وبين الفرقان بون شاسع لاسباب كثيره، منها انه يشرح لهم الاسلام غلط، تشرح لهم العباده غلط، تشرح لهم لا اله الا الله غلط. يجدون بعض المنتسبين للعلم والطرق ونحو ذلك من أصحاب العمائم يفعلون هذه الشركيات ولا ينكرون على صاحبها. ولو تأملوا ما الفرق بين ما يفعل هناك وما يفعل هنا لاتضح لهم الأمر. ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً. هل يستطيع أحد من الأولياء أن يدفع الموت عن نفسه؟ لا يستطيع. هل يملك لأولاده حياة أو يدفع عنهم الموت؟ هل هو يبعث نفسه يوم القيامة؟ ما يملك من هذا شيء. ولهذا لا يصلح التأله إلا لله سبحانه وتعالى. وأن من هذه حالهم فإنهم أعظم إجراماً ولهم عقوبة عظيمة التي ذكرها الله عز وجل بعد الآيات التي سوف تأتي. وهل اقتصروا على عبادة غير الله عز وجل؟ بل شككوا في القرآن العظيم، وزعموا أن القرآن من أساطير الأولين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم افتراه، وأن بعض أهل الكتاب أعانه على ذلك، وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث فيهم 40 سنة لم يأتي بآية واحدة قبل أن يأتيه الوحي. ولما جاء بالوحي تحداهم الله أن يأتوا بآية واحدة فلم يستطيعوا، فكيف حصل هذا؟ ولهذا ذكر الله عنهم قال: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وكل هذا من الكذب ليصرف الناس عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وهذا من خصائص الله عز وجل، لا أحد يعلم السر في السماوات والأرض إلا الله، بخلاف قول الأولياء أنهم يعلمون عن أحوالنا ويدرون عنا وأرواحهم تجول في الأرض تبحث عن المستغيثين بهم، وهذا من أضل الضلال. فإذا كان سيد الأولياء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، هو لا يدعي أنه يعلم الغيب، وتأتي أمور لا يدري عنها. اتهمت زوجته رضي الله عنها بالفاحشة وهو لا يعرف هل هي بريئة أم غير بريئة، يدل على أنه لا يعلم الغيب، لا يدري، وقد هم أن يطلقها أو كاد أن يطلقها لأنه لا يعلم هل هي بريئة ولا ما هي بريئة، حتى أنزل الله عز وجل براءتها من السماء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حال حياته وفي حال ينزل عليه الوحي لا يعلم كل الغيب ولا يعلم إلا ما أعلمه الله عز وجل، فكيف يظن بالبدوي ولا بعبد القادر الجيلاني ولا غيرهم من أصحاب الأضرحة أو الذين يسمونهم أصحاب المقامات، كيف يظن بهؤلاء أنه يعلم حالك لما تأتي عنده وتبكي وتقدم النذور وتطلب منه أشياء يفعلها لك، إما إزالة مرض أو نحو ذلك. فالأمر في غاية الوضوح لمن فتح الله قلبه وبصيرته.
قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً. وهذا من رحمة الله بعباده أنه أنزل عليهم هذا القرآن لتستقيم الحياة، ولا يمكن أن تستقيم الحياة بغير هدي القرآن البتة، لا يمكن، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليحكم الناس به وليسيروا على عقائده وعلى أخلاقه، فمن رغب عنه فلن تستقيم له حياة البتة. ولذلك لو نظرتم إلى أمم الشرق والغرب الذين لم يؤمنوا بهذا القرآن فإن ضلالهم لا يخفى، قد ترون عندهم تقدم صناعي كبير أو تقدم صناعي، لكن انظروا إليهم في الجانب الخلقي، كيف أخلاقهم، كيف أحوالهم، انظروا إلى ما عندهم من البهيمية التي يعيشون فيها، فهم كالأنعام بل هم أضل، حتى وصل بهم الحال إلى أنهم يريدون أن يتزوج رجل رجل، ووصل بهم الحال إلى أن من حق البنت أن تأتي بالزاني إلى بيت والدها ويزني بها ما دامت مطاوعة له. هل رأيتم بهيمية أكثر من ذلك؟ بل إن والدها لو اعترض على فعل الزاني بها إذا بلغت 18 عاما فإنهم يجعلون قانونا أن من حقها أن تشتكيه على السلطات، وتأتي السلطات وتأخذه وتسجنه ويبقى الزاني مع ابنته. هذا أمر ما هو مخفي ولا مدسوس، ولا هذا قوانينهم هكذا، هذه قوانينهم، لأن البشر إذا بدأوا يشرعون لأنفسهم فإنهم يأتون بالعجائب. ولهذا من فضل الله ورحمته علينا أننا قد كفينا التشريع، وأن الأحكام جاءتنا في دين الله عز وجل، ونحن ما علينا إلا التنفيذ، ما علينا إلا أن نسير على هذا الطريق ونسلم ونكون على طريق صحيح، وتنجح دولنا وتنجح أسرنا. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته. هل ضمن لنا أننا لا نضل؟ إذا تمسكنا بالكتاب والسنة فإننا قد عصمنا من الضلال، الكتاب والسنة فقط، ما في غيرها، طلب أن نتمسك به وعصمنا من الضلال. ولما ذكر لأصحابه اختلاف الأمم وقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال الصحابة: من يا رسول الله؟ قال: على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرقة هي التي تكون على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم على أي شيء كانوا؟ عندهم القرآن والسنة، حياتهم خاضعة للقرآن والسنة، اقتصادهم خاضع للكتاب والسنة، حروبهم خاضعة للكتاب والسنة، بيعهم وشراءهم خاضع للكتاب والسنة، ما في شيء من حياتهم يخرج عن حكم الكتاب والسنة، ما في شيء من حياتهم يخرج عن حكم الكتاب والسنة. ولهذا القضاة الذي يجعلهم المسلمون لا بد أن يكونوا
على فقه بالكتاب والسنة، بحيث إذا جاءت قضية يستطيع أن يستنبط حكمها من الكتاب والسنة، ولو ما درس فلسفة، ولو ما درس فلسفة، ولو ما درس طب، ولو ما درس طب، ما له علاقة في وضع الأحكام، بل الطب وغيره فيه أحكام لا بد أن تعرف من الكتاب والسنة، فيه أحكام لا بد أن تعرف من الكتاب والسنة. وقالوا ما لهذا، انظروا إلى الاعتراضات، ومن يؤمن بأن الله حكيم عليم ما تأتي عند هذه الاعتراضات، هذه الاعتراضات تأتي عند من يشك في حكمة الله عز وجل. ولهذا هم يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو مرسل من ربه. لماذا؟ قالوا لأن حاله ليست الحال التي هم يرونها معظمة، وهذا من جهلهم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. طيب هل مر رسول ما يأكل الطعام؟ آدم ما يأكل الطعام؟ نوح ما يأكل الطعام؟ إبراهيم ما يأكل الطعام؟ يعني الذي لا يأكل الطعام هم يريدون رب ولا ماذا؟ يعني يريدون يكون ربا ولا رسولا من البشر؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ويمشي في الأسواق لأنه يتاجر، ولهذا ما من نبي إلا ورع الغنم، فهم بشر كغيرهم من البشر، يحتاجون إلى الطعام ويحتاجون أن يمشوا في الأسواق وأن يتاجروا ونحو ذلك. ولو أراد الله عز وجل أن يكون عندهم أملاك تنزل عليهم من السماء لفعل سبحانه وتعالى، لكن الحكمة البالغة لله عز وجل يريد أن يكون بشر يخالط البشر من جنس البشر ويمشي في الأسواق. لولا أنزل إليه ملك، يكون معه ملائكة يسيرون معه يشهدون له بالرسالة، وإن جاءوا على صورة البشر فهم بشر، وإن جاءوا على صورتهم فإنه لا يراهم. فهذه اقتراحات، يعني اقتراح من لا يثق بحكمة الله عز وجل. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز، ينزل قضبان من الذهب، أو تكون له جنة يأكل منها. هذه كلها ما حصلت في أذهانهم. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني هذا الرجل أصابه سحر فحالته دائما على أنه مسحور. وهذا كله من اعتراضات أهل الباطل على الحق الذين لا يستسلمون لأمر الله وحكمته. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مسحورا، بمعنى أنه كان السحر مستقرا معه، وإنما أصابه في فترة وجيزة سحر لم يؤثر على القرآن والسنة، وإنما هو مرض ابتلاه الله عز وجل به، سحره لبيد بن أعصم اليهودي. ولهذا بعض من الناس أنكر أحاديث صحيحة في سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لو أثبتنا السحر لكان كلام الكفار صحيحا، وهذا من جهله، فإنهم هم يقولون مسحورا يعني مستمر السحر معه، وأنه يأتي بالقرآن والكلام من عنده بتأثير السحر، وهذا غير وارد أصلا. أما ما سحر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في فترة وجيزة لم تؤثر على ما يتعلق بالكتاب والسنة والأحكام، وإنما هو مرض ابتلاه الله عز وجل به ثم كشفه له وأعلمه بعلاجه فشفاه الله عز وجل منه. ولا يجوز لمسلم أن يتحكم بعقله وينكر الأحاديث الثابتة الصحيحة في سحر الرسول صلى الله عليه وسلم ليظن من جهله أن هذا يعارض القرآن، وهو لا يعارضه البتة، ليس فيه معارضة
وما ذكروه عن السحر أنه رجل مسحور، هو ليس هو هذا المرض الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يوهمون الناس أن كل ما جاء به هو من تأثير السحر. ثم قال سبحانه وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. وهذا في غاية الضلال الذي يأتي بأشياء من عند نفسه. قال: فلا يستطيعون سبيلا. فإن من عارض الحق الله عز وجل يعمي قلبه وبصيرته عن الحق، فلا يستطيع أن يرى الطريق. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. تبارك يعني الله عز وجل يصف فعله بالبركة، تبارك، لأن الله عز وجل كثير البركة المستقرة الدائمة التي لا تنقطع. ولهذا لا يجوز أن يقال لشخص تبارك، فإن تبارك وردت تطلق على الله سبحانه وتعالى. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فهذا ثناء لا يقال إلا لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو واهب البركة، وتبارك فيها معنى استقرار البركة ودوامها من غير انقطاع، وهذا لا يحصل إلا لله عز وجل. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات فاشتكوا إليه أنه ليس في المعسكر ماء، ما في ماء، فطلب منهم أن يأتوا بركية كبيرة وهي شبيهة بالحوض الكبير، وأخذ ماء قليلا كان معهم وتمضمض به صلى الله عليه وسلم ومجه في الماء القليل في هذه الركية، ثم وضع كفه فيه، ففجر الله عز وجل الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار الناس يغرفون والماء ينبع من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حيوا حيوا على الطهور المبارك والبركة من الله. يعني هذا الذي فجرهم من بين أصابعه هو الله عز وجل، فهو ينسب الفضل إلى أهله، إلى الله. حيوا على الطهور المبارك والبركة من الله. فصار الناس يغرفون حتى امتلأ كل إناء في المعسكر من هذا الماء المبارك. شرب الصحابة وأسقوا خيولهم وإبلهم وأخذوا ماء عظيما، وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هذه الآية العظيمة الكبيرة هي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، والشاهد فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والبركة من الله، فهو واهب البركة. لما يجعل ذوات مباركة، أمكنة مباركة، أزمنة مباركة مثل رمضان وليلة القدر، فالله عز وجل هو الذي جعل البركة في هذه. والناس عندما يلتمسون البركة إنما يلتمسونها من الله عز وجل في المكان التي وضعها فيه. وكما أن ماء زمزم ماء مبارك، فالله عز وجل هو الذي جعل فيه البركة. ولهذا، لأن التبرك عبادة لله عز وجل، لا يجوز أن تأتي بشيء من عندك في التبرك بالأشياء إلا على وفق ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، على وفق ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الناس يأتون إلى الكعبة ويطوفون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة، يذهبون إلى الصفا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يذهبون إلى منى أيام الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لكن هل يذهبون إلى غار حراء ولا غار ثور؟ كما نرى بعض المعتمرين يأخذهم الذين يسمونهم
السماسرة ونحو ذلك ويذهبون بهم إلى غار، هذا لا يجوز البتة. لماذا؟ لأن الصحابة على كثرتهم الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يزيدون على 100,000، ما ذهبوا يبحثون عن غار حراء وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي في غار حراء، ولم يذهبوا إلى غار ثور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشدهم إلى ذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر من مكة إلى الطائف ويرعى الغنم في حوالي مكة، فلو كان أمكنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يجلس فيها مكان للتعبد والتقرب ونحو ذلك لحرص الصحابة على ذلك، ولوضعوا علامات، يعني سافر من المدينة إلى تبوك في غزوة تبوك ذهابا وإيابا، يجلس كل ما نزل في مكان يجلس في مكان تنصب له قبة يصلي بالناس، كان وضعوا أمكنة على مصلياته، من هنا إلى تبوك ممكن يجدون آلاف المصليات، وفي الرجوع كذلك، ما فعلوا ذلك البتة، لأنه يتلقون من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العبادة مبنية على الاتباع، الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغني الرسل وأن يعطيهم قصور، وقد أعطى بعضهم ذلك. سليمان عليه السلام كم أعطى الله عز وجل من الخيرات ومن ملك الجن ونحو ذلك، لكن الله عز وجل لا يناقش في حكمته، ما يقال لماذا فعلت كذا ولم تفعل كذا، لماذا فيه نبي فقير ونبي غني، أو فيه شخص فقير وشخص غني، لماذا فيه شخص مريض وشخص سليم، هذا لا الله عز وجل لا يسأل، حكيم في فعله، عدل في قضائه، لا يناقش ولا يقال له هذا الكلام. هذا من اقتراحات الجهل الذين لا يعرفون قدر الله سبحانه وتعالى. هل اقتصروا على ذلك؟ عبدوا غير الله وأنكروا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالساعة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. والسعير ليس خاص بمن كذب بالساعة، بل هو يشمل من عبد غير الله ومن أنكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أنكر الساعة، فإن هذه كل أركان الإيمان، هذه من أركان الإيمان. فمن عبد غير الله عز وجل فهذا ينتظره السعير، من أنكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ينتظره السعير، من كذب بالساعة فهذا ينتظره السعير. فإن الإيمان أركانه كما تعلمون ستة، فليس لا يكفر إلا من أنكر الأركان الستة، إذا أنكر ركن واحد كفر، إذا أنكر ركنا واحدا كفر. واعتبروا بفعل الصحابة رضوان الله عليهم لما حاربوا المرتدين الذين منعوا الزكاة مع أنهم يصلون، فهم ما أنكروا أركان الإسلام الخمسة جميعا لكنها مرتبطة مع بعضها، أركان الإسلام وأركان الإيمان مرتبطة مع بعضها، بل دين الله عز وجل مرتبط مع بعضه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذا كان في سنة متواترة، سنة متواترة وجاء أنكرها شخص وقال هذه أنكرها والأحاديث فيها متواترة، فإنه يكفر لأجل ذلك سنة. يعني لو جاء شخص الآن وقال السواك منكر وليس بمشروع، يقول شخص تكفرونه لأجل السواك؟ لا، نكفره لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم،
فإذا كانت الأحاديث صحيحة متواترة، ولهذا من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، من كفر بنبي ومن كذب سورة من القرآن فقد كفر بالقرآن جميعا. فهذا يعني قال واعتدنا لمن بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، يعني أن الله عز وجل أعد لهم النار، فإن الله عز وجل أعد النار للكافرين وأعد الجنة للمؤمنين، وهي مخلوقة موجودة الآن، الآن موجودة. ودعوكم من المتفلسفة الذين يقولون لماذا يخلقها، وهذا السؤال لا يوجع على الله عز وجل، لماذا يخلقها ونحن ومرت ملايين السنين، هذا السؤال لا يوجه لله عز وجل، وهذا من أمور الغيب. والدليل على وجودها أن الله عز وجل كشف للصحابة صوت وجبة قوية، شيء سقط، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا لا، قال هذا حجر رمي به من شفير جهنم والآن سقط في جهنم، منذ 70 خريفا والآن سقط في جهنم، فمعنى ذلك أن جهنم موجودة وسقط فيها هذا الحجر، والرسول صلى الله عليه وسلم قد رآها ورأى من يعذبون، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء في المنام حق، وكذلك الجنة، فهذه قد أعدت للكافرين هذه النار وأعد للمؤمنين الجنة، لكن انظروا سبحان الله، هذه النار تشعر وترى، والذي خلقها قادر على أن يجعلها ترى، ولهذا يوم القيامة إذا رأت الكافرين جعل الله فيها رؤيا ترى الكافرين، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني وهم مقبلون إليها يساقون إليها فإنها تتغيظ عليهم، لماذا؟ لأنهم ما عرفوا حق الله عز وجل، لأنهم ما عبدوا الله حق العبادة، فيسمعون تغيظ وزفرات زفير، لأنها تريد أن تطبق على الكافرين، أجرنا الله وإياكم من ذلك. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وهي النار وسيعة وسيعة وكبيرة، لكن الله يضيق على الكافر فيها، مع أن الكافر كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضرس الكافر، قال إن ضرس الكافر مثل جبل أحد، شفتوا جبل أحد 3 كيلو طوله، ضرس الكافر فقط الذي يرمى به في هذه النار التي تغتاظ وتزفر لتطبق عليه، لكنه يكون في ضيق وشدة وفي مكان ضيق مقرنين، مقرنين قيل أنه مقرون يديه إلى رجليه بالأغلال، وقيل مقرون في كافر آخر عقوبة له. دعوا هنالك ثبورا، يعني يرى أنه مثبور، المثبور يقول واثبراه مثبور، لكن هذا لا ينفعهم، يعني مهما يصيحون ويبكون ويدعون فإن هذا لا ينفعهم، ولهذا قال الله عز وجل لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، هذه القضية، هذا العقوبة الشديدة. يكفي أن نعرف عن النار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا رجل عليه على أخمص قدمه
جمرة من النار يغلي منها دماغه، لا يرى أن أحداً أشد منه عذاباً. جمرة من جهنم على أخمص قدمه يغلي منها دماغه، لا يرى أن أحد أشد عذاباً منه، والعياذ بالله. ولهذا يبكتهم الله عز وجل ويقول: أذلك خير؟ يعني هل ترون هذا خير وأطيب لكم أم جنة الخلد؟ وهو لا مقارنة، وهذا التفضيل ليس على بابه، لكن ليتضح لهم، يعني هل تريدون النتيجة تكون هكذا لكم أم من الجنة العظيمة التي وعد فيها المتقون؟ ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.